يا مرحبا بمشاهدي تريندينج. جريمة أخلاقية أم تعديلات دستورية؟ هكذا تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خبر اتهامات وجهت للبرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف إثر انتشار فيديو منتصف الشهر الماضي لفنانتين أثناء رقصهما بملابس داخلية. صحيفة الأهرام المصرية الرسمية نشرت على موقعها خبرا عن ضبط لممثلتين هما منى فاروق وشيماء الحاج بتهمة الفعل الفاضح مع مخرج مشهور، وذلك عقب انتشار فيديو إباحي بحسب الصحيفة لهما أثناء ممارسة الرذيلة مع المخرج بحسب الصحيفة. ونقلت عن مصدر أمني أن التحقيقات الأولية سجلت اعترافات لإحدى الفنانتين مقبوض عليهما بأن مخرج مشهورا هو من طلب منهما ممارسة الشذوذ. وذكرت التحقيقات المبدئية أن هذه التحقيقات المبدئية ذكرت أن ممثلة اعترفت أن المخرج أحضر شخصا ادعى أنه شيخ واثنين شهود وأوهمها بأنه تزوجها. وتكمل الصحيفة في حديثها وقالت إحدى الممثلات في التحقيقات أن المخرج غرر بها وصور الفيديو موضوع الاتهام لابتزازها. ورغم عدم ذكر الصحيفة لاسم المخرج إلا أنها نشرت بعد ساعات قليلة من خبر ضبط الممثلتين أن المخرج خالد يوسف غادر القاهرة إلى فرنسا عقب ضبط الممثلتين. ونقلت عن مصادر أنباء أن عن إمكانية تقديم طلب رفع حصانات عن خالد يوسف إلى مجلس النواب بعد الاتهامات التي وجهت له. ينضم لي عبر الهاتف من باريس المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف. مرحبا بك خالد يوسف. هل أنت هارب من مصر أم أنها زيارة مؤقتة ستعود بعدها إلى البلد؟ أعتقد أنا مترجع على الحساب بتاعي على فيسبوك. وصلت باريس من أسبوع ونشرت الختم بتاع الجوازات بتاع باريس وبتاع شارليجو بتاع مطار القاهرة. فأنا جاي في زيارة عادية لمراتي وبنتي، باجي كل شهر يعني. فأنا وده كان قبل القبض على الممثلتين وقبل أي أنباء عن أي تحرك يعني. طيب كيف ترد على هذه الأنباء التي تقول إن الممثلتين وانتشرت عبر الصحافة المصرية يعني أنت صورتهما في هذه الحالة وهما ترقصان في هذه الملابس الداخلية، ما هو ردك؟ أنا رد من سنة 2000 دي ليست جديدة، فيديوهات هي 15 وأنا قدمت بلاغ للنائب العام على ناس محددة هي اللي نشرت، ضبطتها متلبسة بنشر الحاجات دي أول ناس نشرت ومباحث الإنترنت والتقرير الفني أثبت إن دول هم اللي ناشرين الفيديوهات، هذه الفيديوهات المنسوبة ليا. ولم يتحرك حتى هذه اللحظة النيابة العامة في هذا الموضوع على مدار 3.5 سنين أو أكثر. وتحركت النيابة العامة الآن وتحركت مباحث الآداب الآن، ليس صدفة. ده كان بمناسبة أن أنا أعلنت رفضي للتعديلات الدستورية وتعرضت لهذه الحملة المنهجة خلال الشهر اللي فات بسبب إعلاني عن رفضي للتعديلات، وهي حملة تصفية معنوية وتشويه وأسلوب شديد الانحطاط في تصفية الخلافات السياسية. ولم يكن معروفا على أي نظام مصري أنه ممكن يصفي معارضي هذه التصفية المعنوية بهذا الشكل المحبط. طيب إذا كان هذا يعني ما تقوله، أنت ستعود إلى مصر إذا انتهت زيارتك بعد شهر مثلا؟ قبل كده بإذن الله. أنا يعني زيارتي بإذن الله وبواجه هذه الاتهامات لأن أنا مش هربان، وعندي ما يؤكد كلامي وصحة موقفي، ودي حملة موجهة ومشتركة فيها ناس كتيرة جدا وتساهم فيها لتصفيتي. وده أمر يعني أنا قلته في البيان بتاعي، قلت ستعرض لأسنان ودفع ضرائب باهظة نتاج هذا الموقف. طيب. وقد كان يعني بالنسبة للثلاثين من يونيو أنت يعني كنت من أول الأشخاص الداعمين لهذه الحركة التي أدت بوصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة الجمهورية المصرية، وأنت الذي كنت تروج لهذه المسيرة العارمة في فيلم وثائقي ضخم. هل أنت نادم على يعني تأييدك لنظام الحكم الحالي؟ أنا مش نادم لأن كل ظرف مربوط لازم تربطه بزمانه ومكانه. أنا أيت
في ان اشوف ان هذا النظام يؤمن مصر لمصلحه مشروع الاخوان المسلمين، لا يليق بمصر انها تتحول لدوله تابعه لجماعه. ووقفت ضد ده بكل شجاعه، ولما اصفرت 30 يونيو عن ازاحه الاخوان كنت من اوائل المناصرين لهذا النظام الجديد، باعتبار ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مطلبا شعبيا حقيقيا. الناس كانت بتطالب بيه بالفعل، والناس كانت عندها امل فيه بالفعل. عندما اختلفت السياسات اللي احنا خرجنا من اجلها في 25 و30 وكان نهج النظام مناقض لهذه الاهداف، انا اعترضت. نعم. وانا بقيت في صف المعارضه، وده يذكر ليا، يحسب ليا. يعني انا لو عايز كل شكر لك. ابقى فيه، يعني انا لو عايز ابقى اتمتع بغنائم السلطه ثاني، لكن انا لما ما لقيتش حاجه، انا مناقضه لاهدافي ولمبادئي اللي خدنا من اجلها كلنا كمصريين. خالد يوسف البرلماني والمخرج السينمائي المصري، شكرا لك، كنت معي من باريس.